أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يتهم كثيرا من المجامع الفقهية بالتقصير وعدم يقول هناك من يتهم كثيرا من المجامع الفقهية بالتقصير وعدم الفتوى في كثير من المسائل التي الناس بحاجة إليها، مما فتح المجال أمام الكثير من طلاب العلم للاجتهاد، فما رأيكم في هذا؟ رأيي اطلبوا منه، ما دام أن العلماء قصروا وأن المجامع الفقهية قصرت، هو يقوم بالواجب جزاه الله خير، يقوم بالواجب، لأن هذا دليل على أنه عنده علم أكثر من ما عند المجامع، فيقوم بالواجب هو. نعم.